تعلمنا نحن كيف فينا نعمل شيرينج لفولدر من السيرفر بشكل انه اليوزرز يقدروا يعملوا اكسس عليه، ولكن هل ترى هذا اليوزر اللي عم بيعمل اكسس على هذا الفولدر عم بيحط فايلز دائما مسموح انه يحطهم؟ ممكن يكون عم بيحط فيديوز، موفيز، موسيقى، فانا بدي امنعه انه ما يحط الا فايلز خاصهم بس بالشغل. حتى اقدر اعمل هذا البروسيجر انا بدي اعمل شيء اسمه سكرينينج، بدي اطلع على التولز، بقلب التولز بدي يروح على الفايل سيرفر ريسورس مانجر، بقلب الفايل سيرفر ريسورس مانجر في عندي الفايل سكرينينج مانجمنت، اذا كبست عليها بتفتح لي ثلاث شغلات، في عندي الفايل جروبس، فايل سكرين تمبليتس، بعدين الفايل سكرينز. حبلش اول شيء بالفايل جروبس، اذا بعمل دبل كليك عليها في عندي انا بري ديفايند جروبس اوريدي موجودين. اذا بدي امنع مثلا اليوزر انه يعمل اكسسنج او يعمل كوبينج لانفورميشن خاصه بالاوديو اند فيديو، فيني اجي على هيدي الليست واختارها. اذا بدي اختار شيء خاصه بالايمج فايلز بقدر اختار هيدي الليست. اذا بعمل دبل كليك على كل وحده منهم حيبين عندي الليست بشو هن انواع الفايلز يلي بيقدر هو يجمعهم بقلب جروب، يا هل ترى بدي اسمح ولا بدي امنع. اذا بيجي لهون انا بعمل شوي سكرولينج داون حيحط لي سيفرال تايب اوف بيكتشرز، مثل بي اس دي خاصه بالفوتوشوب، عندي البي ان جي يلي هي الجرافيك عباره عن كمان صوره، جي باج، بي ام بي اند سو اون. فيني اعمل كرييشن لماي اون جروب؟ يس، ليتس دو اور اون جروب. حعمل رايت كليك، حقول كرييت فايل جروب and I need to give this group a name. حسمي أنا frozen bug file group. شو هني الفايلز اللي أنا بدي أمنعهم أو بدي أعمل عليهم certain type of policies. حأجي أقول أنا بدي أمنعه أنه يستعمل الـ MP4، فإذا بحط الـ asterisk بعدين نقطة يلي هي .mp4، so هيدا الفايل ممنوع يعمل له save. كذلك الأمر أنا بدي أمنع الـ MP3، بدي بس هيدول الفايلات أنه ما يعمل لهم copying عندي على shared folder أو على shared resource. So I need to consider this group. MP3 file والـ MP4 file. أكيد فيني أعمل أنا adding لكل اللي بدي إياه، فيني إجي أقول كمان بدي أمنعه مثلاً text أو اللي أنا عندي إياه براسي بعمله. فإذا هون حاعتمد بس على هدول التنتين وقل له أوكي، بمجرد ما حطيتهم صار في عندي هيدا الجروب يلي هون. Now I need to create my template. بجي على file screen template، في عندي already predefined template، فإذا I need to create my own right click create file screen template. بمجرد ما أنا كبست عليها فيك تعمل copying من the predefined template or you can custom your own. حاختار أنا عندي هون frozen bug template كتبتها، ممكن تكون هيدي template يا أما active يا أما passive. شو معناتها active؟ active معناته في عندي strict denial، أما إذا كانت passive بس بيعطيني warning. فإذا هون أنا جيت وحطيتها active، بدي نقي مين هو الجروب of file اللي أنا بدي أمنعه. نحنا قررنا أنه نستعمل frozen bug file group يلي هو الـ MP3 والـ MP4. بعلم عليها، بدك يبعث لك ايميل، بدك تعمل لوجينج، بدك تعمل certain type of commands generating the report، انت بتختار اللي بدك اياه. انا I will keep it بس simple مثل ما هي هون. بمجرد ما انا عملت لك creation بيجي بقول له اوكي. من بعد ما قال له اوكي حلاحظ انه التمبلت صارت موجوده هون. Now I need to assign it on a shared folder. حروح على file screens، right click، create file screen. فاذا I need to perform screening على اي folder؟ على shared folder. Browse، من بعدين بروح على New Volume، Staff Data بكبس عليها، بقوله أوكي. بمجرد ما أنا حطيتها I need to block audio or video، فيك تستعمل من الـ Predefined، أنا بدي استعمل الـ Frozen Bug Template. كبست عليها، بعدين برجع بقوله Create، وصارت موجودة أنا عندي هون. إذا بدي أعملها Testing هلأ حأرجع أروح أنا على الـ Client PC، بقلب الـ Client PC أنا هون حأعمل Access بميرا كندي. بمجرد ما عملت access انا I need now to take this file اللي هو ال MP4 file، حعمل له copy وبدي حطه بالshared resource اللي موجود انا عندي هون. حروح على الويندوز اكسبلورر، بقلب الويندوز اكسبلورر this PC نحن في عنا النتورك درايف اللي already عملنا له creation قبل، ميرا عنده access عليه، double click. برجع بعدين بعمل right click وبقول له paste. حلاحظ بمجرد ما عملت paste بيقول لي you need permission لانه .mp4، ولكن اذا بدي اجي اعمل creation لاي other type، اذا بجي بعمل new وبدي حط text document ما في عنده ولا اي مشكلة وبقدر حط هيدا الفايل. بهيدي الحالة انا بكون عملت screening، ما بقدر خلي اليوزر انه يحط specific files. فيني اعمل اللي انا بدي بقلب هيدي التول، اكيد لازم انا استعملها مشان اقدر اعمل security للstorage system يلي موجود عندي.